مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. حالة مطرية في معظم المناطق الغربية، الجنوبية الغربية والغربية وكذلك الشمالية، وتشمل معظم مناطق جدة والمدينة والطائف وكل المناطق الغربية تقريبا. أحيانا تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية والبرق والبرد والرعد. أيضا هناك فرصة لسقوط زخات رعدية من مطر في المناطق الوسطى وبعض المناطق الشمالية. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض وإياكم سويا الأحوال الجوية المتوقعة، ونبدأ من يوم الأحد. يوم الأحد حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، حالة قوية من الأمطار في المناطق الجنوبية الغربية والغربية والشمالية وبعض المناطق الوسطى، زخات رعدية من مطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، أحيانا تكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وارتفاع منسوب المياه. المناطق الشمالية الغربية 31-18 العظمى، المناطق الشمالية الشرقية 30-17، المنطقة الشرقية 31-22، المنطقة الوسطى زخات رعدية من مطر العظمى المتوقعة 31 والصغرى 21، المنطقة الغربية غائمة جزئيا سقوط زخات رعدية من مطر 35-27، والمنطقة الجنوبية الغربية زخات رعدية من مطر أحيانا 22 إلى 12 درجة مئوية. يوم الاثنين استمرار الأجواء غائمة جزئيا وزخات رعدية من مطر أحيانا تكون غزيرة خاصة في المناطق الغربية من المملكة والوسطى، ودرجات الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية العظمى 30 والصغرى 18، المنطقة الشرقية 31-18، المنطقة الشرقية 31-21، المنطقة الوسطى سقوط زخات رعدية من مطر 31-21، المنطقة الغربية 34-25 مع سقوط زخات رعدية من المطر، والمنطقة الجنوبية الغربية زخات رعدية من المطر أحيانا العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية. الثلاثاء أجواء غائمة جزئيا في المناطق الشمالية الغربية، انخفاض قليل على درجات الحرارة، معتدل في النهار لطيف بالليل 29-16، المنطقة الشمالية الشرقية 31-16، المنطقة الشرقية 30-21، المنطقة الوسطى غائمة جزئيا، فرصة ضعيفة لزخات رعدية من المطر أحيانا، وهناك زخات رعدية من المطر في المناطق الغربية والجنوبية من المملكة الجنوبية الغربية، تشمل أيضا منطقة المدينة وجدة ومكة المكرمة، وهذه الأمطار تكون أحيانا غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. يوم الأربعاء تتضاعف أو تضعف فرصة هطول الأمطار تدريجيا، لكن تبقى موجودة في بعض المناطق الجنوبية الغربية وبعض المناطق الغربية، العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 30 والصغرى 16، الشمالية الشرقية 29-16، والمنطقة الشرقية 30-20، المنطقة الوسطى 31-19، المنطقة الغربية غائمة جزئيا سقوط زخات رعدية من مطر 36-27، والمنطقة الجنوبية الغربية 21-12 درجة مئوية. أيضا يوم الخميس تتناقص فرصة هطول الأمطار أيضا تدريجيا، وتنحصر فقط في بعض المناطق الغربية، لكن درجات الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 30 والصغرى 20، الشمالية الشرقية 31-16، المنطقة الشرقية 29-22، والمنطقة الوسطى 30-19، المنطقة الغربية غائم جزئي مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا 34-25، والجنوبية الغربية غائمة جزئيا، فرصة ضعيفة لسقوط زخات رعدية من المطر 20-12 درجة مئوية. يوم الجمعة أيضا
تتناقص فرصة الأمطار أيضا مرة أخرى وتضعف تدريجيا. المناطق الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 30 والصغرى 18، الشمالية الشرقية 31-15، والمنطقة الشرقية 29-30، يعني أجواء معتدلة في النهار لطيفة بالليل، والمنطقة الوسطى أيضا معتدلة نهارا لطيفة ليلا 29-20، والمنطقة الغربية غائمة جزئيا وسقوط أو فرصة لسقوط بعض الزخات المتفرقة من المطر 34-25، والمنطقة الجنوبية الغربية 19-10 درجات مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نتمنى للجميع السلامة، نترككم في أمان الله.